بعد الطرح المتقدم لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري حول الاستعداد للجلوس في الحكومة مع حزب الله، ها هو الحزب يمد اليد إذا كان الهدف تنفيس الاحتقان في البلاد ودفع المخاطر الاستراتيجية كما قال. ولا نريد أن نناقش الآن في مضمون البيان الوزاري ومفرداته. إذا كان الهدف هو العبور بالبلد بأمان حتى لا تغرقه الأزمة الراهنة، فنحن منفتحون على هذا الهدف. حزب الكتائب أكد تواصله مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومع الرئيس الحريري والحلفاء والفريق الآخر بهدف الوصول إلى حكومة جامعة وقادرة ترضي الضمير. لما يعرض علينا الأمر هذا أكيد رح يكون موقفنا إيجابي، بس وقت نقول إيجابي لا يعني أنه الأمور انتهت وانحسمت حسم دورنا في هذه الحكومة. فنحن إذن إيدنا ممدودة لنا منذ البدء، بدنا حكومة قادرة، وعلى ما يبدو أنه اللي كنا عم نطالب فيه هذا هو اللي عم بيتحقق اليوم. تكتل التغيير والإصلاح على مطلبه بالتمثيل الصحيح داخل الحكومة لمن اختارهم الشعب. إذا بدنا نوفق بين متخاصمين بلبنان، مش تيتفقوا على حسابنا، مش تيلغونا لما بيتفقوا باتفاقهم ويلغونا لما بيختلفوا برصاصهم. بدنا نكون موجودين وممثلين بالحقيقة بالسيادية وبالحقيقة بالخدماتية وبالحقيقة بالعادية. بدنا نكون ممثلين من الكبيرة للصغيرة. تقدم طفيف إذن على صعيد التشكيل، هل يستكمل في الساعات المقبلة؟